تاريها شو؟ هالأنزعة طلعت كلها على الفاضي. هالشرشوحة متطلقة وآخذة منه هيك هيك يخرب بيتها من حالها. شكرا يا أمينة. هاتي هاتي. جود على مهلك حبيبي. لا حبيبي تعال 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 على عندي حبيبي. شو كأنك رايحة؟ أخي عنده توصيلة هون على المنطقة، قلت لحالي بروح معه بشوف أولاد أخي شوي. جود مخلص كل دروسه، إذا ما عندك مانع. إيه إذا جود خالص كل شيء ما في مانع أكيد، روحي. عن إذنك. الله معك. جود حبيبي مثل ما اتفقنا. إيه عن إذنكم. بابا جود، انت حبيتها لسهام ولا ما حبيتها؟ ايه بابا بحبها. شوف جود، انت اذا كان ما حبيتها مالك مجبور تقلي حبيتها. عم بيقلك بحبها، شو بدك تكرهه فيها بالزور؟ حبيبي نحن جبنا سهام مشان تفيقك وتنيمك وتطعميك وتدرسك، يعني تعطي بالها عليك كمان تسليك، لانه امك مهتمه بقضايا المجتمع. نحن ما جبناها لحتى تزعجك وتضايقك، فإذا أنت ما حبيتها قلي. لا بابا منيح. إيه لنشوف لنشوف. إيه وشو هذا الحب كلياته يعني بس لبابا وأنا ما في بوسة؟ يا تقبرني أنت. أيوة لك كل الدلال لجود، أنا ما بيطلع لي شيء. لك انت نور قلبه لابوكي، انت حبيبه قلبه لابوكي، انت اول فرحه بحياتي، بس السنه بدي اياكي تترفعي، بدي ارفع راسي فيكي. ان شاء الله حبيبي. ليه بقول له نفس على الدراسه؟ يا ربي معقول هيك حبيته لتامر بهالسرعة؟ يا ترى شو رح يكون موقف أهلي؟ أهلين تامر، اشتاق لك كتير 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 كتير. وأنا كمان فقت من الصبح وصورتك ما عم تفارقني، بتمنى اشوفك هلا. يا ريت لو تعرف قديش عبالي تكون جنبي هلا. عن جد؟ طبعا عن جد. انت ما بتطلبي، انت بتأمري ليكني جنبك. شو قصدك؟ أنا عم بحكي عن جد. تامر؟ ماني مصدقة عيوني، الشي الوحيد اللي كنت متمنيته بهاللحظة انه اشوفك قدامي. حاسة حالي بدك بحالي من الشباك. لو طالع كل امنياتك رح تصير واقع، هلكي انا رح ضل واقف هون، واذا عجبك منظري بفرش وبنام. بحبك وانا بموت فيك. يا الله يا تامر، لو تعرف جيتك من اي جو نقلتني من الكآبة لفرح مو طبيعي. حاسة طاير عقلي. تعرف شو؟
أنا من زمان ما بحلم إلا بشب يحس فيني يكون سندي. أنت سندي يا خليص. إحساسك بمحله حبيبتي. أصحك بيوم تشكي إنه في شيء رح يتغير، أنا رح أضل معك لآخر لحظة بحياتي. وأنا كمان. لا إذا هيك بجي كل يوم. صحيح أنت شو جابك؟ رايح شي على مكان معين؟ لا جيت مشان شوفك. طيب وشغلك؟ مو كنت نازل على محل الكمبيوترات مشان تزبط لهم البرامج؟ هلا شو بدك بالقصة؟ أنا رح ضل واقف هون وأنتي فوتي كملي دراستك، كل ما صح لك طلي علي. يا ريت، بس ما بنقدر. أولاً ما بيهون علي تضلك واقف هون، ثانياً ما رح أدرس ولا كلمة إذا أنت واقف هون وأنا جوا، ثالثاً وهو الأهم، أيهم هون وبيعرفك، يعني إذا طلع ممكن يعمل لنا شيء قصة وتخرب المفاجأة. طيب أنا رح أمشي يا عمري. باي، بحبك. أنا بموت فيكي. الواحد بيعرف يدرس.